مهمة جدا مع فريق سيمبا، كسب المباراة الأولى فيتا كلوب هناك في الكونغو بنتيجة 1-0، فبالتالي مباراة غاية في الصعوبة اللي انت هتلاعبهم على ملعبهم. أتكلم في بعض الأخبار دي، طبعا لقطات بتتعلق بسفر الفريق لتنزانيا، ووصلوا امبارح بسلامة الله وبيستعدوا من خلال تدريبات اليوم أو أولى تدريباتهم استعدادا لهذه المباراة. أفكر حضراتكم بقائمة النادي الأهلي لهذه المباراة واللي سافرت مع الفريق: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، وحمزه علاء في حراسه المرمى، احمد رمضان، بكم، وياسر ابراهيم، وبدر بنون، ورامي ربيعه، سعد سمير، ايمن اشرف، محمد هاني، محمود وحيد اللي عمل المباراه الاخيره بشكل ممتاز في الحقيقه امام المريخ. دول في خط الدفاع: اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، اكرم توفيق، محمد مجدي قفشه، جونيور اجاييه، وكهربا في الوسط، ومحمد شريف، ومروان محسن، ووالتر بواليا في الهجوم. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في هذه المباراه. النهارده كان في مسحه طبيه بعثه الاهلي استعدادا لمواجهه سيمبا التنزاني، وده في اطار البروتوكول المتبع قبل اي مباراه افريقيه. ده بيبقى امر طبيعي، وان شاء الله باذن الله الكل يطلع عينته سلبيه. لكن في كل الاحوال في تدابير احترازيه لمواجهه كورونا في تنزانيا، رغم عدم اعتراف الدوله هناك بالفيروس نفسه. يعني هما بيتعاملوا عادي، ما فيش اي مشكله، بدليل ان هيبقى في جماهير في المباراه 30,000 تقريبا في الملعب. لكن الدكتور احمد ابو عبله في الحقيقه رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي فرض عدد من التحذيرات والاجراءات الوقائيه على بعثه النادي الاهلي، وشدد على ضروره اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه. طب خلينا نروح لمداخله غايه في الاهميه في الحقيقه مع معالي السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في